Behind this smile is a lot of hard work and stress, but I'm always thankful for everything I have and everyone around me. It's so easy to focus on the bad things happening that we forget about all the good things. Our ego flow is coming back. السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم مع فيديو جديد، مع نهار جديد. عارف بان غبت عليكم فتره طويله، ما لحقت لكمش الفيديو، ولكن لنا العوده ان شاء الله من جديد. اليوم جبت لكم واحد الفيديو، واحد التيت فلوغ اللي غنديرو، غادي نتعرفوا على واحد الاوتيل وواحد الفندق اللي تتواجدوا فيه حاليا حنايا، اللي هو فايف فيليج. هذا فايف فيليج اللي غادي نديو، غادي ان شاء الله ندير لكم عليه واحد ريفيو صغير، دي ريفيو غادي نوري لكم ونخليكم تعرفوا عليه. مهم فيديو صغيره ماشي شي حاجه كبيره ان شاء الله، ولكن نتمنى انا تعجبكم. وبابا ولا ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوها معي وتكتشفوها معي انتما. يلا اتدلوا. اهلا الاخوان، كما شفتوا معنا على طرس الماليه. كما شفتوا دوزنا واحد لاجورني في الاوتيل، درت لكم واحد بيت فيديو، يعني ماشي حاجه كبيره، مهم باش نعرفكم غير على الاوتيل كيفاش داير. الوغ الاخوان راجعوا نفطروا دابا، يلا يلا فقنا غادي نمشيو نفطروا، ومن بعد غادي نمشيو فحالنا. الوغ كما تشوفوا نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك وبارطاجيو مع الزميل ديالكم. يلا باي.